مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم الطبي طبيبك بين يديك. موضوعنا لهذا اليوم نتحدث فيه عن الصدفية، وهو مرض جلدي يعاني منه كثير من الناس، يسبب الحكة والانزعاج والبقع الحمراء وغيرها. الأسباب التي تكمن وراء الإصابة الشخص بالصدفية وكيف يمكن علاجها، كل هذا مع طبيبي في الاستديو الدكتور منصور هزاع، أخصائي أمراض جلدية وتناسلية وعقم. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم، ونرحب بكم في مستشفى أطباء المنار، وكل عام والجميع بخير. طيب دكتور، يعني لو أتينا إلى تعريف الصدفية، ما هي الصدفية؟ الصدفية مرض من الأمراض الجلدية المزمنة المزعجة جدا للمريض. ومرض الصدفية مرض غير معروف السبب، غير معروف العلاج. يلعب فيها الجانب الوراثي دور كبير، حيث أثبت في الإحصائيات والأبحاث الأخيرة بأن نسبة 30-40% من المرضى لهم قصة إيجابية بوجود المرض في بعض أفراد الأسرة. يعني وراثيا ممكن يكون؟ في يعني جانب منه نسبة تكون وراثية من المرض. طيب سبب تسميته بالصدفية، هل يعني أشكاله أو تشكيلاته في الجسم؟ سبب تسميته بالصدفية لأنه يشبه الصدف أصلا. يعني تكون بقع مغطى بقشور بيضاء فضية، تمام، هذا ما يشابه الصدف يعني. نعم. طيب في أنواع كثيرة من الأشكال التي تظهر في الجلد، كيف أعرف أو كيف يستطيع المشاهد أن يميز بين الصدفية وأنواع أخرى من الأمراض، الأعراض البارزة في الجسم للصدفية؟ الصدفية أعراضها قد تكون مميزة جدا عن باقي الأمراض الجلدية. أولا من السيرة الذاتية أو من القصة المرضية للمريض، مرض مزمن، يعني المرض يجي لك يقول لك البقعة هذه يا دكتور لها 5 سنوات، أو في الركبة أو في المرفق في القدم في أي مكان لها فترة طويلة يعني. ثانيا شكل البقعة، بقعة جافة سميكة مرتفعة عن سطح الجلد مغطى بطبقة فضية تسمى المقياس، وتميل للحكة الشديدة فيها طبعا، وهذا تمييز الصدفية عن باقي الأمراض. طيب من بداية ظهورها تظهر بنفس الأعراض بالحكة ولا تأخذ فترات معينة؟ تظهر بنفس الأعراض من أول ظهورها يعني. وهناك يعني ظهورها قد يكون حاد، يكون خفيف، يكون حاد جدا، وهي أنواع كثيرة الصدفية طبعا. أبرز الأماكن التي تتواجد فيها الصدفية في الجلد؟ الصدفية تتواجد في المرفقين، الركبتين، القدمين، على فروة الرأس والوجه، وأحيانا حلمة الأذن، وأحيانا تتواجد في جميع أجزاء الجسم. طيب دكتور، هل هي شكل واحد أم هناك أنواع للصدفية؟ الصدفية طبعا شكل واحد وتنقسم إلى أقسام كثيرة طبعا. الصدفية بشكل عام في الجسم، صدفية في نوع من الأنواع يسمى بالصدفية العاطفية، وهذه الصدفية العاطفية سميت هذا الاسم نتيجة لتلامس الجلد مع بعض، يعني التي لامس فيها الجلد الجلد، مثل صدفية في الأباط، يعني أماكن احتكاك الجلد، أماكن احتكاك الجلد بالجلد، نعم، زي الأباط وبين الفخذين، تمام، إضافة إلى ثنايا الأرداف، أحيانا ما يكون شخص سمين شوية يعني تتواجد في الأماكن يعني. هذا الصدفية العاطفية، تسمى الصدفية العاطفية. نعم. وطبعا تكون فيها البقع جافة ومتقشرة ومحمرة وتميل إلى الحكة الشديدة، تمام. نعم. وهذا النوع يعتبر النوع المزعج طبعا. تخيلي صدفية في الأباط من الأفعال، صحيح، بشكل يعني دائم يعني. بشكل دائم طبعا. وأحيانا الصدفية تتواجد أو تظهر كثيرا في المريض بفصل الصيف، وبعض المرضى تظهرهم أحيانا بفصل الشتاء، في عوامل يعني الشتاء ربما سبب الجفاف يعني، سبب الجفاف نعم. وإضافة إلى الحالة النفسية للمريض، نفسية المريض تلعب دور كبير. إذا كان المريض مريض الصدفية، إذا كان مصاب بالصدفية يعني ربما وتعرض لموقف مزعج القلق يمكن، أيوة يعني تنتشر بشكل غير عادي وتضر على المريض. نعم.
طيب أنواع أخرى غير في الصدفية الأظافر، وهذا نوع من الأنواع التي يتراكم فيها الجلد تحت الظفر ويبدو الجلد الظفر سميكا ومرفق، يعني صور توضيحية لهذا. نعم. في الصدفية البثرية، الصدفية البثرية تعد من أشد أنواع الصدفية فتكا بالجسم، يعني الصدفية البثرية تتواجد في جميع أجزاء الجسم، تظهر فجأة نتوءات، طبقة سميكة يتخللها من تحت صديد، يعني تكون مقيحة يعني، ويعاني فيها المريض معاناة شديدة. يعني في نوع من أنواع الصدفية يسمى بالصدفية المحمرة، وهذه تعتبر من أشد الأمراض أو من أشد أنواع الصدفية تهديدا لحياة المريض. نعم، فالمريض في هذه الصدفية المحمرة قد يحصل له تغيرات في القلب، سرعة نبضات في القلب، الجسم لا يشعر بالحرارة أبدا، يعني يكون يشعر بالبرودة، يعني يشعر بالبرودة باستمرار طول الوقت، يشعر بالبرودة باستمرار صيفا أو شتاء. تمام، وهذا قد يؤدي بالمريض أحيانا إلى الوفاة، يعني فعلا. نعم. تعتبر خطيرة. نعم، خطيرة جدا. نعم، مريض الصدفية دكتور يستطيع أن يمارس أعماله بشكل عام؟ يعني في مرضى صدفية كثيرين يمارسون أعمالهم بشكل عام، وفي مرضى يخافون من الوصمة لأن تكون ظاهرة سواء على اليدين أو على الوجه أو على الرأس. كيف رأيتم الحالات في لديكم في مستشفى أطباء المنار؟ حالات تصلنا حالات بشكل مستمر، يعني بالشهر نشوف 3-4 حالات صدفية. نعم. فالصدفية منتشرة بشكل كثير. نعم. أيهما أكثر انتشارا دكتور، في النساء أو في الرجال؟ والله الصدفية قد تكون متساوية، يعني قد تكون متساوية، يعني ليس لها علاقة بالجنس، يعني بعمل رجل مثلا أو بعمل امرأة. ويجب أن ننبه هنا إلى نوع من أنواع الصدفية قد يغفل عنه بعض الأطباء، وهي صدفية المفاصل، تسمى الصدفية المفصلية. تمام، يصاب يعني من داخل الجسم أيضا، يصاب الجسم من داخل الجسم. نعم، حيث يحصل تورم في أصابع القدمين، يتورم في الكعب، مع برضو تورم وإحمرار في منتصف الساق. نعم. ويشعر طيب المريض بألم شديد في المفاصل. نعم. طيب هناك أمراض أخرى أيضا تسبب ألم في المفاصل، كيف نفرق بين الصدفية المفاصل؟ بالفحص بالفحص الكلينيكي وبالقصة المرضية، طبعا تختلف عن الروماتويد والروماتيزم والالتهاب المفصلي العادي، يحدث تورم بشكل مستمر ومزمن، يعني مستمر، ولا يتجاوب مع علاجات المضاد للروماتيزم. طيب دكتور، لو أتينا إلى علاج الصدفية كيف يتم معالجة الصدفية؟ يتم معالجة الصدفية بحسب الحالة التي يعانيها المريض، يعني قد يحتاج المريض إلى الكورتيزون، يعني نوصف له الكورتيزون، إلى بعض المضادات الحيوية، إلى مضادات الهستامين اللي هي مضادات الحكة طبعا، يعني بدأ من الحالة إذا كانت أخف، إذا كانت أخف تدريجيا نوصف للمريض المراهم اللازمة للصدفية، ومن خلالها يتحسن تحسن ملحوظ. تمام، وما هي إلا أشهر قليلة حتى ينتكس المريض ويعود المرض من البداية وتعود دورة الحياة، يعني يأخذ الأدوية بشكل مستمر. بشكل مستمر في أجهزة إشعاع، تكون أجهزة فردية حتى يشتريها المريض ويتعرض لها باليوم مرة واحدة دقائق معينة بحسب ممكن حسب أن تخفف من حدة، يعني ممكن أن تخفف من حدتها، ممكن أن تظل على طول في يعني تضاءل مستمر، يعني أو تحسن مستمر يكون فيه. طيب علاج نهائي للصدفية؟ علاج نهائي للصدفية للأسف لا يوجد حتى الآن، يعني يتعايش معها المريض. يتعايش معها المريض، نعم، ولهذا سميت بالمرض المزعج، يعني الصدفية مرض مزعج جدا للمريض. نعم. هل هناك حالات يتم ترقيدها في المستشفى؟
إذا كانت الحالة حادة من النوع البثري التي يتخللها الصديد والنتوءات الجلدية المتقشرة متعفنة، يمكن ترغيد الحالة أسبوع 10 أيام في المستشفى حتى تتحسن وتذهب. ويعني بالإمكان الاستمرارية في يومه بشكل طبيعي؟ يمكن يستمر في يومه بشكل طبيعي. نعم. طيب نختم دكتور بنصائح توجهها للمرضى الصدفية والمحيطين به أو لأسرته، كيف يتعاملوا معه؟ كيف مريض الصدفية دائما منزعج، دائما متوتر، خاصة إذا كانت من النوع الحاد يعني أو النوع البثري أو تتواجد في الأماكن أماكن الأعضاء التناسلية أو تحت الأبطين أو بالرأس أو بالمرفقين أو بالركبتين، يعني أماكن تواجدها ليست محددة يعني. نعم. ما عليه إلا أن يتعالج ولا بد أن يفهم المحيطين به الوضع الذي يمر به. المحيطين به لا بد أن يفهم الوضع، أنه حياته النفسية تكون منهارة يعني غالبا. تمام. نعم. في بعض الأمراض يعني ماشي يتماشى بعد ما يشرح الطبيب أن المرض هذا مرض جلدي مزعج مزمن ليس له علاج نهائي. نعم. تمام. هذا عندما يتم التشخيص، تشخيص المرض أنه صدفية. بالتالي بعدها يتم إعطاء النصائح للمريض، ومن خلال المريض نعرف هل وجدت في المريض بالصيف كثيرا أم بالشتاء كثيرا. تمام. أم عند تعرضه إلى مواقف تثير أعصابه تزعجه. نعم. إذن دكتور نسأل الله المعافاة لجميع مرضى الصدفية. كان معي الدكتور منصور هزاع أخصائي أمراض جلدية وتناسلية وعقم، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لكم. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى لكم جميعا دوام الصحة والسلامة والعافية. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.